كيف بتتعاملي مع موضوع الضغوطات؟ كيف بتهدي من حالك؟ هلا لك هي كل حدا رح يشوفنا عم يقول عم ننظر بالاخير قد ما عملتي كنترول يمكن الظروف الحياتيه الاقتصاديه المعيشيه تؤثر بشكل كثير كبير. صح. يعني قد ما حاولتي تعملي ريلاكس وقد ما حاولتي فعلا تاخذي الخطوات الصحيحه بيجي هيك موقف صغير يمكن بالحياه اليوميه الاقتصاديه المعيشيه خصوصا غلاء الاسعار عند كل الناس هي نقطه عم تاثر على حياتهم بشكل دائم بتقولي تفلت منك كل الكنترول بتعملي. بس نحن بنحاول لانه نحن مؤمنين يعني دائما انه الايمان يكون سلاحنا دائما بنحاول مثلا نعمل بعض الخطوات لنكون اكثر راحه نفسيه ونخفف ضغوطات لانه بياثر حتى على المحيط عائلتنا واولادنا. فلازم تكوني مع طاقه ايجابيه بتسمي بوش مثلا بنتك لتقدري تكملي هي الحياه. صحيح نور، لأنه حكيتي عن الضغوط وعن المحيط، مشان هيك رح نحكي اليوم عن موضوع القلق والشعور بالتوتر يلي صار جزء من حياتنا، كيف ممكن نسيطر عليه، كيف ممكن نتعامل معه لحتى ما نضر الأشخاص المحيطين بينا فينا. بيسعدنا أكيد نرحب لليوم باختصاصية علم النفس سلامة قاسم، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم يا رب. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي كيف فينا فعلياً نسيطر على الضغوطات النفسية اليومية، لأنه في كثير من الناس هلا عم تشوفنا مثل ما كنت عاملها لنيرمين تقول هيدا حكي، يعني على أرض الواقع قديش فيني طبقه وما فيني يعني ازرع هي الطاقة بهيدا الشخص أو قديش فيني أقول إنه هو في يعمل هي السيطرة وهيدا الكنترول إلا بخطوات سليمة صحية نفسية. أكيد هالحكي، نحن هلا بزمن وبعصر مليء بالتوتر وبالمشاحنات وبالآلام النفسية الكتير كبيرة، وبظل هالظروف طبعا هذا بيولد شيء من الضغط النفسي الكتير شديد، ممكن يوصل لضغط نفسي حاد تكون آثاره سيئة على الإنسان وبالتالي ممكن يصير سيء على المجتمع. بس بالحقيقة في شيء بنسميه نحن الهدوء النفسي، هذا الهدوء النفسي هو شيء من يعني فينا نقول من طبيعة العقل أو من قدرة العقل، بعيد عن الاهتياج، بعيد عن التوترات، بعيد عن الصعوبات. هو موقف ممكن ياخده الإنسان لما بده يواجه أي مشكلة عم بمر فيها، بيقرر أنه يختار هذا الموقف لحتى يشعر بشيء من الارتياح الداخلي، من السكينة، من الهدوء أو السلام يلي نحن كلياتنا مندور عليه، السلام النفسي يلي كلياتنا بنحكي فيه وما عم نحسن نوصل له. بالحقيقة في مجموعة من العوامل هي اللي بتأثر بالهدوء والراحة النفسية والسلام النفسي عند الإنسان. أهم شيء مثل ما ذكرتي ضغوطات الحياة، ممكن يكون عندنا كمان المشاكل الأسرية اليومية، لما بيكون أنت عندك مشكلة أسرية يومية كل يوم كل يوم بتفيقي الصبح على مشاكل وبتنامي على مشاكل، هذا لحاله بيعطيكي شيء من التوتر الكتير كبير بترافق بعدين مع ضغط نفسي. إضافة نحن عندنا المشاعر السلبية اللي بتكون عند بعض الأشخاص مثل الحقد، الحسد، الأنانية، الغيرة، هدول الأشخاص ما بتلاقي عندهم لا هدوء ولا سلام نفسي، لأنه مشاعرهم دائما هي مراقبة الآخرين، فما بيوصلوا للسلام والهدوء والراحة النفسية اللي بدهم إياها إلا إذا أخرجوا هالمشاعر من عندهم وتغلبوا وتحولت لمشاعر محبة وأحاسيس. كمان في عنا نحن شيء من العوامل اللي كتير بتأثر هي البعد عن الجانب الروحي والديني، يعني بتلاحظي الناس بالفترة الأخيرة كتير صارت بعيدة، يعني صارت اتجاهها مختلف، أفكارها يعني بتقولي منين جايبين هالأفكار، لا أنه من الغرب ولا أنه من الشرق، يعني صار في توتر، في تلخبط بالأفكار، صار في تلعثم بالكلام. كمان في عنا نحن كتير من الأشياء بتأثر من العوامل وبتبعد الإنسان عن الضغط النفسي كمان هي الطاقة السلبية، يعني حتى علماء النفس وخبراء النفس أثبتوا أنه الطاقة السلبية اللي بتكون موجودة عند الإنسان والأفكار يلي بيزرعها بعقله هي أكبر دليل لتحقيق الفشل بحياته. لازم نستبدل هاي الأفكار السلبية بأفكار إيجابية بيكون لها طاقة بتغير على مسيرة الإنسان وبيوصل للسلام والهدوء. الاسترخاء كتير حلو، الإنسان بين وقت والتاني يحس إنه هو جسده مثل ما جسده له حق كمان نفسه له حق، يعني مثل ما الجسد بيتعب ولازم ينام ويرتاح كمان العقل من حقه يسترخي لحتى يعطي نشاط أقوى. بالحقيقة حتى هاي الأسباب أو العوامل كلياتها هي بتجتمع مع بعضها لتكون دافع للبعد عن السكينة والطمأنينة. ولكن نحن طبعا أكيد أنا هلأ موجودة هون لأعطي بعض النصائح يلي ممكن تساعد لنرجع نوقف صح ونحس بالسلام والهدوء والراحة يلي بنبحث عنها.
خلينا نحكي معناتها عن النصائح اللي ممكن توجهيها للاشخاص اللي دائما عندهم حاله القلق وهن عم يمارسوا حياتهم اليوميه، ولكن نتيجه هي الضغوطات اللي عم يعيشوها او المشاعر اللي عم يعيشوها ممكن يتصرفوا خطا مع الاشخاص المحيطين فيهم سواء بالاسره او بالعمل. أول شغلة أنا بقولها ودائما بقولها أنه خصص لنفسك شوي من الوقت، يعني اعطي لحالك وقت بين 10 دقائق لعشرين دقيقة يوميا أنك هيك ترتاح، يصير عندك صفاء ذهني. هلأ كلياتنا بمجال عملنا أو بحياتنا الأسرية ممكن نتألم وممكن نتضايق وفي صعوبات، وهي وتيرة الحياة ما فينا نبعد عنها أبدا، ولكن بالمقابل فينا نعطي لحالنا بعض من الوقت ولو كان شيء بسيط أنه نقعد نفكر، نحنا نفكر بحالنا شوي، نفكر لما بتكون المشكلة أنه نبعد التفكير المشكلة بحد ذاتها، نقعد 10 لـ20 دقيقة نشيلها من راسنا، يعني نعطي استراحة للعقل. فهي الاستراحة للعقل هي بتكون شيء إيجابي ودافع لقدام. كثير مهم أنه نرتب أولوياتنا، كثير مهم نتعلم تقنيات إدارة الوقت بالإضافة لمهارات إدارة الغضب، لأنه الناس الانفعاليين كثير كمان بيكون ما عندهم قدرة للوصول للسلام الداخلي والطمأنينية، فهذا طبعا بيكون لأنه ما بيعرفوا كيف يتحكموا بغضبهم، ما بيعرفوا لما بتصير المواقف مثيرة كيف ممكن يتعاملوا معها. إضافة نحن لازم نعطي لحالنا التنفس، التنفس كتير مهم أنه نتنفس بطريقة صحيحة. لما منحس أنه عنا ألم عنا ضغط نفسي مو غلط أنه الإنسان يروح يقعد بغرفة لحاله ويمارس تمارين التنفس لست مرات مثلا، أنه يتاخذ من الأنف عن طريق ومع نفخ البطن، وبالتالي أنه نخرج الزفير من الفم لكل مرحلة لا تتجاوز الثواني. يعني لازم نعطي استراحة ونراقب حركة التنفس بالدخول والخروج، هي بتعطي شيء من الراحة النفسية والطمأنينة. كمان ما فينا ننسى دور الرياضة وأهمية الرياضة اللي هي كتير مهمة بمعالجة الاكتئاب والقلق والتوتر. رياضة كتير دورها فعال، لما ممكن مشي لمدة 30 دقيقة يوميا بتساعد كتير بقلب المزاج. كمان في عنا المرح والفرح، لأنه حتى الدراسات أثبتت أنه الضحك له فوائد كتير صحيح. إيجابية، لأنه بيساعد على إفراز مادة الأندروفينات، هاي المادة بتساعد بتعديل المزاج وبالتالي بتخفيض ضغط الدم وزيادة الدورة الدموية، وبالتالي بتقلل من أو بتساعد برفع جهاز المناعة عند الإنسان. فكتير في مهارات ممكن الإنسان يتعلمها لحتى يشعر بالسلام الداخلي. أهم شيء أنه يكون كمان دائما يبعد عن الروتين، لأنه الروتين اليومي هو قاتل، هو لحاله بيشدك للخلف. لما أنا بحاول أعمل شيء جديد فكر خارج الصندوق، يعني مثلا إذا أنا كنت ما بعرف سوق بسكليت يعني مثلا، وما بمخيلتي أو ممنوع سوق بسكليت أو أي شغلة مثلا ممكن أعملها، لأنه هي تفكير بالنسبة ببعض للأشخاص مثلا أنه هي ما بيعرفها، فيفكر بشيء ما بيعرفه بيساعده أنه يحصل على شيء جديد وسلام داخلي. ممكن دائما الإنسان في مواهب كامنة عند الشخص، ممكن ما يطلعها، ما يعرف شو مواهبه، ممكن لما يقعد بلحظة صفاء مع نفسه بلحظة سكينة يعرف انه انا عندي هيك وممكن ساوي بهالطريقة هي. ممكن كمان نحن عنا الموسيقى، يعني مثل ما بنعرف كلياتنا انه الموسيقى هي غذاء الروح، طالما هي غذاء الروح نحن لازم نعتمد عليها كتير بحياتنا، لازم نسمع موسيقى، نرقص، نغني، نعمل شيء نحس فيه بمشاعرنا وبأحاسيسنا. مو غلط أبدا أنه نعبر عن الشيء اللي منحس فيه، لا نخلي آلامنا جواتنا. كل حدا منا بلحظة من اللحظات بحس بضعف، بلحظة باللحظات بحس أنه في عنده مشاعر وفي عنده أحاسيس وآلام رح تقتله. خليني دور عليكي وتدوري علي، خلينا نلاقي صديق ممكن نحن نحكي له آلامنا، مفيش خلقنا لقله. هذا الصديق اللي بنعرف نختاره يكون هو صدى الروح رح يحسسك براحة. نبحث عن حدا يوقف جنبنا، نوقف جنبه، لأنه نحن بنعطي وبناخذ بنفس الوقت، لا نخلي آلامنا تقتلنا. كتير مهم نبحث بحياتنا عن إنسان يكون صادق وصدوق، نبحث عن الحبيب، ما نبعد عن الحب ونقول إنه الحب ما بيصير وممنوع، لا، الحب هو روح الحياة. لما الناس بتحب بعضها المحبة هي أساس النجاح. هذا لحاله بيعطيك شيء من الطمأنينية، لما القلب بينبض، لما العقل بفكر بطريقة صحيحة بتحسي إنه ممكن نوصل للهدوء والسلام الداخلي اللي نحن مندور عليه. إن شاء الله يا رب هيك، الله يزرع السلام الداخلي بقلوب كل الناس. بس خلينا نحكي معك ست سلام، قديش كمان العمر بيلعب دور يعني بالسيطرة على الضغوطات النفسية والكنترول اللي ممكن يعملوا الأشخاص؟ لأنه أحياناً أنت بتراجعي نفسك بينك وبين حالك بتلاقي حالك يعني قبل 3 سنين كنت تتضايقي على تفاصيل، اليوم لا ما كتير بتأثر على شخصيتك.
الخبرة فينا نقول والعمر بيلعب دور كمان بالسيطرة على هي الضغوطات النفسية، قديش فيني كمان أثر على هيدا المحيط من خلال التعامل مع هي الضغوطات النفسية؟ هلا أكيد ما في شك إنه العمر بيلعب دور، والانفعال بيكون بمرحلة من المراحل بالعمر الصغير بيكون مختلف عن مراحل النضج العقلي صحيح. أو المراحل العمر الذهبي، أنا بسمي دائما ما بين 40 و50 ل60 هذا العمر الذهبي، لأنه الإنسان هون صار يعرف الحياة بطريقة صحيحة، صار يعرف يتدارك الأمور، يتدارك الأخطاء والمشاكل. بس في شغلة أنا بدي نوهها دائما هون، يعني أقول إنه نحن المشاكل والمصائب هي روح الحياة، ما في حياة أبدا بدون مشاكل. مشان ما حدا يفكر إنه في شيء صفاء أو كمال أو كذا، هذا غير موجود. قدرة التعامل ولكن مع تماما الضغط. ولكن نحن بنتعلم إنه كيف نحن ممكن نتعامل ونكون نعيش تقريبا، يعني إنه نوصل لشيء قريب من الكمال، ولكن ليس الكمال بحد ذاته. لما نعرف نتعامل مع الصعوبات ومع المشاكل، مع الأخطاء، مع العثرات اللي بتواجهنا بحياتنا، نحسن نكون طبعا إيجابيين. دائما السهم بيرتد للخلف لينطلق بقوة أكثر. لما المشاكل اللي بتجينا، لما الفشل بيواجهنا هو بداية للنجاح. ما فيني أقول أنا إذا خطيت خطوة وفشلت فيها معناتها أنا ما بحسن كمل. لا طبعا، هذا بيجي طبعا مع مراحل العمر. كل المخترعين والعباقرة والأدباء كلهم أخطأوا بمجموعة من التجارب لحتى وصلوا لنتيجة إيجابية، وصل لعنا نحن المنتج اللي وصل أو المشروع اللي نحن عم نستفيد منه بالوقت الحالي. أما بالنسبة مثلا بيكون عند الأطفال، عند المراهقين، طبعا بيكون طريقة التقدير واستيعابهم للأمور هي بتكون مختلفة. هون بيكون دور الأهل، دور الأهل هون هو الاستيعاب، ويعرفوا كيف يتعاملوا مع أبنائهم بطريقة إيجابية، يعني ما يتعاملوا معهم بطريقة الأوامر. الأوامر هي مثلا بتبعدهم عن السلام الداخلي، ما يتعاملوا معهم بطريقة السب والزجر والشتم والألفاظ غير المقبولة، ما يتعاملوا معهم أنهم يعطوهم صفات سيئة ممكن تؤدي على مسيرتهم المستقبلية في الحياة. يعني كتير غلط لما بيقولوا الآباء لأولادهم أنت فاشل، أنت غبي. هالألفاظ هي كلياتها هي ألفاظ كتير سيئة، ممكن ترجع الولد كتير لورا وتخلي في حاجز كتير أو هو كبيرة بين الأبناء والآباء. فطبعا النضج العقلي، المستوى العمري كتير له دور بالتغلب على الغضب. ولكن دائما جلسات التوعية اللي صارت هلأ بالوقت الحالي، سواء عن طريق مواقع التواصل أو غيرها، كمان هي ممكن يكون لها أثر إيجابي. صحيح. كمان بحب شير لشغلة نسيت أحكيها من النصائح، هي سريعة وقت الموجز. إنه السكينة والهدوء والسلام الداخلي لازم نبعد قدر الإمكان عن إدمان مواقع التواصل. تمام، نصيحة ذهبية ختمنا فيها مع حضرتك. بدنا نشكرك كتير اليوم سلام مقاسم اختصاصية نفسية لكل المعلومات القيمة اللي قدمت لنا إياها. شكرا لكم، وشكرا للأخبارية دائما على الاستضافة.